أيها الأخوة المواطنون، الشيخ المرحوم المغفور له بإذن الله كامل محمد الدحل أمير قبيلة البعيسة القيسية في العراق والوطن العربي، بفقدانه فقدت الأوساط العشائرية والوطنية في العراق وحتى على مستوى الخليج العربي والأردن وسوريا رمزية وطنية لا تعوض. فكان الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان يتميز بخلقه الرفيع وبحكمته التي تحتاجها مجتمعاتنا. فرحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، وندعو الله أن يلهم أهله وذويه وعشائرنا العربية وقبائلنا الأصيلة وبشكل خاص قبيلة البعيسة القيسية الصبرة والسلوان. هذا وكان اليوم القائد العراقي زعيم أهل السنة والجماعة في العراق رئيس حزب السيادة جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله من أول الحاضرين لتقديم التعازي إلى أهله وذويه في مجلس العزاء المقام على روح فقيد العراق أمير قبيلة البعيسة القيسية المغفور له بإذن الله كامل محمد الدحل، متقدما لهم بالتعازي ومشاركا لهم في هذا الظرف المؤلم. وهذه ليست غريبة عن أبو سرمد عزه الله، فهو يحرص على أن يكون مع جميع أهله العراقيين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب مشاركا لهم أفراحهم وأحزانهم بروح الأخ والابن لهم جميعا. وهذا ما كان موضع اعتزاز وفخر من الجميع معزيا بفقدان هذا الرمز الوطني المغفور له بإذن الله كامل محمد الدحل أمير قبيلة البعيسة القيسية في العراق والوطن العربي رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.